والمحلية له مساهمات عدة حول التحديات الحالية للتحولات العربية في أبعادها النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ساهم في أبحاث حول قضايا الحوكمة ونظام الجودة وإدارة النزاعات وبناء السلام وتنمية الفرد والمجموعة. رحبوا معي بضيفنا السيد رائد شرف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لأهله والصلاة على أهلهم. شكرا دكتور علي للتقديم. بداية أتقدم بالشكر إلى كل من المنتدى الثقافي في ديربورن والمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون لإتاحة الفرصة لي للتحدث والتحاور مع نخبة من أهلنا في الاغتراب الأمريكي عن موضوع مفصلي يقف أزاءه وطننا لبنان عند مفترق طرق. مفترق طرق هذا يفصل بين اتجاهين، اتجاه يصب في خانة المزيد من التأزم الاجتماعي الاقتصادي والمالي النقدي وعدم اليقين، وآخر يصب في خانة التأسيس لمشروع وطني نهضوي يتسم بالتخطيط والقرارات الحاسمة والكفاءة الاقتصادية والإصلاح والشفافية والمساءلة. هون رح عندي اقتباس، يمكنني هذا اقتباس مش إلي، يمكنني أن أؤكد لكم أن الاحتفاظ بأموالكم في مصرف أعيد فتحه هي وهو أكثر أمانا من الاحتفاظ بها تحت فراشك. انتهى الاقتباس. هذه كانت كلمات الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت في 12 أدار 1933 بعد 3 أيام من توقيع قانون الإغاثة المصرفية الطارئة الذي هدف إلى استعادة ثقة الجمهور في النظام المالي المتدهور في البلاد بعد عطلة البنوك التي استمرت أسبوعا. مع سقوط اقتصاد البلاد في الكساد الكبير خلال أعوام 1929-1933 تعثر حوالي 10,000 مصرف في الولايات المتحدة، حيث لم يتم سداد القروض المقدمة خلال سنوات الطفرة في عشرينيات القرن العشرين. بالتالي تم تقويض ثقة الأمريكيين في المصارف بشكل كبير، وحدثت موجات متكررة لعمليات السحب بالإضافة إلى فحص سلامة المصرف وسع القانون من سلطة الرئاسة للتعامل مع الأزمة المصرفية، وعزز الدور الرقابي والنقدي للسلطات النقدية في السيطرة على المصارف المتعثرة، كما سمح بتمويل مضمون للمصارف المتعثرة، وأعطى الاحتياط الفيدرالي المرونة لإصدار العملة بشكل طارئ مدعومة بأصول المصارف التجارية. بحلول نهاية شهر أدار، يعني عم نحكي أقل حوالي 3 أسابيع بين آخر أدار و 12 أدار اللي أشارت إله، عم نحكي سنة 33، كان الجمهور قد أعاد إيداع حوالي ثلثي المبالغ النقدية المسحوبة. بما أن إخفاقات المصارف الهائلة في ذلك الوقت بيّنت أن الكساد العظيم Great Depression نتج عن أمرين: أزمة مالية حادة وتراجع في الاقتصاد، فقد لعب قانون الطوارئ هذا دورا مهما في تثبيت النظام النقدي والائتماني، مما شكل بدوره عاملا ضروريا لسرعة الانتعاش الاقتصادي بين عامي 33 و36. في الوقت الحاضر نشهد في لبنان ظروفا مماثلة تتعلق بأزمة مالية اقتصادية حادة. قد تبدو المقارنة بين الحالتين الأمريكية واللبنانية خارج السياق،
بسبب الاختلافات في حجمي وقدراتي وطبيعتي الاقتصادية. مع ذلك فإن هذا الاختلاف في القدرات يقابله شدة التعقيدات والتداعيات التي تحدثها الاضطرابات المالية في النظام الأمريكي، وكان هذا واضحا خلال الأزمة المالية العالمية في سنة العام 2008 وفي أعقابها، حيث تم تجنيب النظام المالي اللبناني التداعيات التي عانى منها النظام الأمريكي بسبب سياسات المصرف المركزي اللبناني الاحترازية الصارمة. في نهاية المطاف يمكن حصر هذه المقارنة في إطار مشترك يتعلق بتنفيذ تدابير الحكم والرقابة العلاجية الجذرية. في حديث اليوم سأسلط الضوء على بعض الجوانب البارزة للأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية في المشاهد العالمية والإقليمية واللبنانية. رح أعطي هيك مثل بانوراما سريعة حتى تكون شوف السياق العام كمان للاقتصاد اللبناني، لأنه نحن مش عايشين بجزيرة منفصلة منعزلة أو بفلك خارج أي أطر، نحن عايشين بعالم كله فيه له تأثيراته المباشرة للعالم والإقليم وبعدين للبنان. هيدا المشهد، المشاهد العالمية اللي استعرضها رح استعرضها ساهمت في تفاقم الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحالية في لبنان. بعد ذلك سأعرض دور مصرف لبنان أو سأعرض لدور مصرف لبنان باعتباره السلطة النقدية المنوطة بالسياسة النقدية والاستقرار المالي. وأخيرا سوف أختتم كلمتي بالإشارة إلى إعادة الهيكلة الجذرية المتوخاة للسياسات المتبعة والإصلاحات المطلوبة للاقتصاد الكلي والتي تخدم النهوض الاقتصادي في لبنان واللي بعدنا عنا أمل فيه. على المستوى الاقتصادي العام من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.5% في العام 2020، وهو أقل بقليل من المستوى المنخفض الذي سجل بعد الأزمة في العام الماضي. وينحو صندوق النقد الدولي لخفض تقديرات النمو العالمي بسبب تأثير فيروس كورونا السلبي على الاقتصاد، حيث تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو العالمي سيتأثر سلبا ما بين 0.5% و1.5%. يعني إذا كانت التقديرات الأولية عم تحكي على 2.5 ممكن حقيقة توصل ل 2، ممكن توصل ل 1 حتى. على المستوى الإقليمي استنزفت الاضطرابات والنزاعات السياسية والأمنية المستمرة خلال العقد الماضي الكثير من الموارد المالية في المنطقة وأضاعت الكثير من الفرص الاقتصادية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية كمان 2.5% فقط بسبب تباطؤ الطلب الخارجي وتأثيره السلبي على الصادرات النفطية وغير النفطية. بالنسبة للبنان شهدت الساحة اللبنانية بدورها توترات متصاعدة منذ عدة أشهر، ويعتبر هذا التصعيد غير المسبوق نتيجة تراكمية لبيئة لبنان الجيوسياسية والاجتماعية السياسية والاقتصادية، إذ تحيط به مصادر متعددة من التحديات والتهديدات. تتضمن هذه المصادر ما يلي، رح أحدد ثلاثة أساسية بس. 1، الجوانب الجيوسياسية المتمثلة بالتهديدات الدائمة وتداعيات الحرب السورية. 2، عدم كفاءة الاقتصاد الكلي وضعف الحوكمة مما تسبب في عدم الاستفادة من القطاعات والإمكانيات الاستراتيجية للبنان. 3، الجمود والاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية السياسية الداخلية والتي تفاقمت إثر استضافة نحو 1.5 مليون نازح سوري وبروز الحراك الاجتماعي المستمر مطالبا بالهيكلية بالإصلاحات الهيكلية الاجتماعية الاقتصادية. نتيجة لذلك سجلت، لأنه عم نحكي دكتور بديانا نحكي بالاقتصاد فبعطي مؤشرات اقتصادية معلومة مش رح تكون كتير تقنية بس حتى تكونوا عارفين تماما عن شو عم نحكي الأحجام الواقع اليوم. نتيجة لذلك سجلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي بسموه foreign direct investments
والسياحة والعقارات أدنى مستوياتها منذ العام 2011. كذلك بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.3%، 3%، هذا الجروث بس، في حين بلغ معدل التضخم حوالي 6%. معدل التضخم يعني قديش قيمة الشرائية تبعت مصرياتنا. في حين بلغت التقديرات المتفائلة للعجز المالي حوالي 8%. من المتوقع أن يرتفع الدين إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. إلى ذلك تشير التقديرات إلى بلوغ الانكماش نسبة 3.8% واتساع العجز المالي إلى 11.6% من الناتج المحلي. تؤكد هذه الصعوبات على جميع الجهات على الحاجة أو في جميع الجهات على الحاجة إلى السعي لتطبيق إصلاحات هيكلية أساسية في معدل السياسات الاجتماعية الاقتصادية الكلية بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الضارة وتعزيز النمو والتنمية المستدامة. النقطة الثالثة بدي أحكي فيها دور مصرف لبنان كملاذ وسط الأزمات. وفقاً لقانون النقد والتسليف، هون رح ركز شوي لحتى يكون بالضبط ويكون واضح للجميع مدى مسؤولية المصرف المركزي. رح يكون شوي تقني بس حتى تكون عارفين شو حدود مسؤولية البنك المركزي بالسياق العام اللي عم بيصير. وفقاً لقانون النقد والتسليف الذي أنشئ بموجبه مصرف لبنان، تتمثل مهمة المركزي في حماية العملة الوطنية كضمانة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتشمل هذه المهمة على وجه الخصوص حماية